فريق الفتح الرباطي حتى الموسم 2018 فريق كيتوفر لجميع الامكانيات الحمد لله. نتمنى ان نقدم الاضافه ونكمل في هذا المسار اللي كنقدمه فريق الفتح الرباطي. هو احساس جميل انني غادي نلعب مع الفريق حتى 2018. بهذه المناسبه كنبغي نشكر الاداره ديال فريق الفتح الرباطي اللي وضعت الثقه ديالها في لعب المواسدة. نتمنى ان شاء الله يكون خير. الطموح ديال كأي لاعب من غادي ننافس على البطولة الوطنية ان شاء الله وكأس العرش ان شاء الله. كأس العرش اللي خدناه شحال هادي نتمنى ان نرجعو للاطراف.